عايز ابعت رسالة لاتحاد كرة القدم. حضراتكم شفتوا اجندة الموسم اللي جاي؟ تاني او تالت او رابع مرة اتكلم في هذا الامر. حضراتكم عارفين النادي الاهلي وباقي الاندية هيشاركوا في كام بطولة؟ طيب حضراتكم عارفين في كام توقف دولي لمنتخب مصر؟ اكيد عارفين. الحاج عامر حسين انا شكرته امبارح على الهوا. طيب عارفين الكاف هيخاطب الاتحادات المحليه ومنها اتحاد كره القدم المصري لتاجيل كل المباريات المحليه للفرق المشاركه في دوري الدوري الافريقي اللي هو كان الدوري السوبر الافريقي واصبح اسمه الدوري الافريقي، الدوري الافريقي الممتاز الافريكان بريميوم ليج. هطلع لحضراتكم جدول دلوقتي، عايز حضراتكم تشوفوا المتوقع للنادي الاهلي لو وصل للمباريات النهائيه في المباريات او في البطولات اللي هيلعبها هيلعب مباريات قد ايه. مباراه سوبر افريقي ادي واحد، ست مباريات دوري السوبر الافريقي اللي هو دوري الافريقي الممتاز، مباراه دوري ابطال افريقيا 14 بطوله، ثلاث مباريات كأس العالم للأندية، ثلاث مباريات كأس مصر 2023 ده لو وصلنا للمباراة النهائية، خمس مباريات كأس مصر 2024، مباراتين كأس السوبر المصري الجديد لأنه هيبقى بأربع فرق، 34 ماتش في الدوري، سبع مباريات كأس الرابطة يعني اللي هي من المتوقع أنها تلعب في فترة كأس الأمم الأفريقية اللي هي في شهر يناير القادم، شهر يناير ولا بعد كده، المهم يعني. لو حسبنا هذه المباريات هتطلع 74 ولا 75 يا شباب؟ 75 مباراة. طيب، عندك كام لعيب من المنتخب موجود؟ يعني ممكن حضرتك اللعيب الأساسي اللي بيلعب للنادي الأهلي ولمنتخب مصر واللي هو كانوا 10 تقريبا في آخر تجمع أو 8 في آخر تجمع 10. ممكن يوصلوا 100 مباراة في الموسم اللي هو أقل من 12 شهر بالمناسبة. خلي بالك. أقل من 12 شهر في الموسم ممكن يوصلوا ل 100 مباراة. طيب أنا بقالي يومين بسأل في هذا الأمر، هل من الممكن أن يكون هناك لاعب في العالم في مصر، العالم أنا آسف مش في مصر، بيلعب 100 مباراة؟ والله ناس كتير قالت لي لا. نو واي. قالوا لي صعب جدا جدا ان ده يحصل. عفوا. فقالوا لي ان صعب جدا جدا ان ده يحصل. طب خليني اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. هل هيتم تنظيم الموسم في الجداول بشكل مناسب؟ طيب. لهزازين الرؤوس او لهزازي الرؤوس ولكل من يحاول ان هو يتكلم عن النادي الاهلي، قال لك اصل النادي الاهلي بيتاجل له ماتشات. طيب الاتحاد الافريقي هيطلب من الاتحادات المحليه، زميلنا محمد سعيد قال هذا الكلام في برنامجه في الترند، الاتحاد الافريقي هيطلب من الاتحادات المحلية في حالة لعب مباريات كأس الدوري الإفريقي أو الدوري الممتاز الإفريقي، هيطلب من الاتحادات المحلية تأجيل المباريات. هتطلعوا تقولوا إيه يا ترى؟ ساعتها حضراتكم هتطلعوا تقولوا إيه؟ هتقولوا الاتحاد الأفريقي متواطئ مع النادي الأهلي؟ هيعمل كده مع كل الأندية مش مع النادي الأهلي بس. فحضرتك مش هتكونوا يعني مفيش في النادي، مفيش غير النادي الاهلي فقط هو اللي مشارك من مصر. فالتأجيلات حتمية وفقا لإيه؟ للوائح. وفقا للوائح، ما نشوف هيطلعوا يقولوا إيه ساعتها تاني. فأنا في هذا الأمر محتاج توضيح، هل اتحاد كرة القدم وضع كل هذه الأمور في اعتباره قبل انطلاق الموسم القادم؟ الحاج عامر حسين اشد باللي بيعمله ومتاكد، لكن هل هيعمل ايه؟ وبعيدا عن هذه الامور
زي ما قلت لحضرتك وزي ما وصلت لحضرتك دلوقتي، من الممكن جدا ان انت تلاقي واحد زي محمد الشناوي، واحد زي محمد عبد المنعم، واحد زي ياسر ابراهيم، واحد زي عمرو السوليه، واحد زي حمدي فتحي، حمدي مشي، واحد زي محمد هاني، واحد زي حسين الشحات، واحد زي كهربا، واحد زي مروان عطيه، واحد زي محمد شريف لو رجع المنتخب مره اخرى. تجد هؤلاء اللاعبين اللي انا بقول اسمائهم لاعبين 100 مباراه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخبات الوطنيه. والاهلي زي ما حضرتك عارف بالاسماء اللي انا قلتها هو المحرك الاساسي والرئيسي للمنتخبات الوطنيه، مش في كره القدم بس ولكن في كل الالعاب، وبالتالي يجب ان يكون هناك حلول موجوده عند اتحاد كره القدم. انا بقول من دلوقتي يا سمير والنبي يبقى نسجل الحلقه دي، ولو ربنا يعني بعد شهرين ادانا العمر والصحه ها نشوف الجداول اللي هتطلعها اللي هتطلع هتبقى عامله ازاي. انا بس عايز اقول ان انا يا جماعه قلت هذا الكلام يوم 17/7 ولا 17/7. اللعيبه دول ليهم حق ان هم يرتاحوا. اللعيبه دول مش مكن، دول بشر. بعد اللي انا شفته السنه اللي فاتت وبعد القرار التاريخي اللي اخده كابتن خطيب واداره الكره في النادي الاهلي باراحه اللاعبين، خلانا نتبسط سنه وناخد 5 بطولات، لازم اقول هذا الكلام، لازم اقول ان اللعيبه دي من حقها ان هي تستريح. انا عارف ان الناس هتقعد تقول اشمعنى وهيقعدوا يقولوا اي كلام وخلاص، ولكن انا من دلوقتي اهو برد عليهم واقول لهم مفيش حد زي الاهلي، محدش هيوصل ل 100 مباراه. محدش هيوصل ل 100 مباراه ولا هتعرفوا توصلوا، لانه لا يوجد، مش قصدي تريقه والله، لا قصدي تريقه ولا حاجه، ولكن لا يوجد نادي في مصر هيلعب عدد هذه البطولات غير النادي الاهلي فقط. لان النادي الاهلي هو الوحيد اللي مشارك، هو مثلا وبيراميدز هيشاركوا في دوري الابطال. فعندهم عدد من المباريات. لكن الاهلي مثلا هو الوحيد اللي في الدوري الافريقي الممتاز، فهياخد كم مباراه؟ 8، 8 مباريات زياده. ده غير كاس العالم طبعا. ما نبقى نوصل. لأن النادي الأهلي هو اللي بيشرف مصر دائما يا أسوريو. منتخب مصر اسم كبير. منتخب مصر اسم كبير. لما تيجي تتكلم عن كرة، أنا آسف كل شوية أكرر هذا الكلام، ولكن لما تيجي تتكلم عن مصر أو عن الرياضة في مصر، خد بالك من كلامك واقرأ التاريخ الأول. اقرأ تاريخ نادي الأهلي، اقرأ تاريخ نادي الزمالك، اقرأ تاريخ منتخب مصر. عشان لما تيجي تتكلم ما تقولش 30 سنة، الكلام ده عيب ولا يصح.